أندية المحترفين تكسى وبعدها بتلين وبترجع للمشاركة، يا ترى شو القصة؟ وريال مدريد وأنشيلوتي ما بتعلموا من أخطاء كل موسم. حلقة جديدة من جرينتا، خليكم معنا. أهلا بكم. فجأة الناس البعيدة عن كرة القدم المحلية بتسمع أنه الدوري عندنا وقف، والسبب أنه إدارة الأندية للمرة الأولى بتفقوا على قرار وهو بدناش نشارك بالدوري، واللي يصير يصير، لحتى يزيد الدعم سنويا ويصير 200,000 ويجيب الاتحاد راعي للدوري. تخيل دوري من 3 مواسم بدون راعي. قصة الرعاة والتسويق خليها لقدام بالحلقة بحكيها. الاتحاد يخاف من ردة فعل الأندية ويتخبط؟ لا والله، الأمين العام للاتحاد سمر نصار بسرعة بعد أول مباراة بين سحاب والرمثة اللي ما لعبوا فيها وما دخلت اللاعبة على الملعب، طلعت بتصريح وقالت أنه سيتم اتخاذ العقوبات بحسب القوانين في الناديين، حتى بقية الأندية تخاف، والعقوبات هي تهبيط الدرجة الأولى وغرام مالية كبيرة وشوي، وكل ما تيجي مباراة نفس الفيلم، الاتحاد يهبط ل 12 فريق. مستحيل. القصة ما فيها الأندية وصلت لمرحلة مش قادرة تلعب وما معها مصاري تعطي لعبتها الرواتب، فقررت تجتمع وتتخذ قرار تعليق المشاركة، والاتحاد مش قادر يزيد المصاري وعمل اللي بيقدر عليه وأعطاهم ما قيمته 28,000 من مستحقات مختلفة، وهالإشي ما عجب الأندية أبدا لحد ما خلصت الجولة وما صار أي إشي برضه. خلال اجتماع أمس في النادي الفيصلي، الأندية قررت فك تعليق المشاركة على أساس أنه راح يكون في اجتماع للأندية مع رئيس الاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين الأسبوع الجاي لحتى يطرحوا مشاكلهم، علما بأنه لغاية اللحظة ما في وعود بحل مشكلتهم المادية من أي طرف، في الوقت اللي قدم رئيس النادي الأهلي عمر شقم استقالته وعلق على الموضوع بجملة واحدة: أتحفظ على قرار الأندية. طيب المفروض التكاليف المادية مش لازم كلها يتحملها الاتحاد، النادي نفسه لازم يكون عنده رعاة أكثر. الإدارة اللي بتيجي وما بتكون مأمنة نفسها بمصادر دخل عديدة وكافية ما تفكر تستلم المناصب من أساسه. مش ناقصها الأندية ديون بزيادة من أخطاء كل سنة بتتكرر، هي وزي ما في استنزاف بالمصاري في الأندية، في استنزاف بمصاري الاتحاد، معسكرات وطشات بدون أي فوائد ورواتب عالية جدا لبعض الموظفين. وهول بدي أحكي شغلة قبل ما نسكر على الموضوع. مسألة رعاية الدوري أبدا مش سهلة، بس بنفس الوقت أنا بحط فلان مدير تسويق بالاتحاد عشان يجيب لي رعاة. معقول 3 مواسم هالمدير سواء هو أو تغير أكثر من واحد مش قادر يجيب راعي؟ ما دامك فعليا مش قد هالمهمة، استقيل وريح راسك من هالموضوع. خسارة أولى لريال مدريد في الدوري الإسباني أمس جاءت من جاره أتلتيكو مدريد 3-1. جمهور المارينجي بيحكي أخسر من كل فرق العالم إلا من هالفريق، والمدرب كارلو أنشيلوتي معتمد لغاية اللحظة على روح لعيبته وشخصية البطل دون أي بصمة له من فترة طويلة. مشكلة مدريد إنه بعض المراكز فيها مليون بديل وكل واحد أقوى من الثاني، حتى ما في لاعب أساسي عليه العين أصلاً بقيمة ريال مدريد. مين خوسيلو اللي كل ما يروح على فريق بهبطه؟ مفكريني بمزح؟ طيب الموسم الماضي كان مع إسبانيول والفريق معه هبط، اللي قبله كان مع ديبارتيفو ألافيز وبنفس الموسم هبط لما كان هو مهاجم الفريق. لمتى بدهم يضلوا لعيبة الوسط يسجلوا بيلينغهام وكروسو فالفيردي وغيرهم؟ لمتى بده يفوز الفريق بس فارق واحد وبطلوع الروح؟ معك أنا أفضل استقرار من موسم لآخر وما تعمل تعاقدات كثيرة، بس لأنك ريال مدريد لازم تعمل صفقات نوعية بالمراكز اللي بغادر منها نجومك. هل يتم تعويض بنزيما بلاعب عادي؟ الحل الآن بين الذهاب والإياب، الفريق لازم يتحرك ويجيب مهاجم قوي. فيكتور أوزيمين حل مميز كان مطروع على الصيف، بدون مهاجم الفريق زي الموسم الماضي، تعاقدات شبه معدومة، المحصلة النهائية بدون بطولات، اللهم كأس الملك. وأخيرا بالصدارة، حاليا برشلونة مع فريق جيرونا رصيد كل واحد 16 نقطة ومدريد ثالثا برصيد 15 نقطة، بس ما حد يفكر إنه جيرونا راح ينافس على اللقب، ولو صار راح تكون معجزة زي أي فريق بالحياة، ببين كم جولة أو مرحلة الذهاب انطارت وبعدها بيختفي. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، وسبسكرايب على اليوتيوب، واستنوني في الحلقة الجاية. معكم أنا مهرج ويلس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.